لأيوب الملوكي وبعد وضع الخبرة والتجربة ديالو تجربة على مواسم يضع الكرة بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبهذا الإبداع وبهذه الجمالية. صراحة هذا هو الأهداف اللي نتابعوها في هذا الموسم الجديد. أيوب الملوكي إذا يتمكن من وضع فريق حسن الأكاديمية في المقدمة في هذا اللقاء تقريبا على بعد 5 دقائق من نهاية الجولة الأولى. 1-0 اللي بدأت